صباح الخير. شو هاد؟ انت شلون بتفوتي من هون وغير احم ولا دستور؟ عم نقول صباح الخير. بالله؟ بعد ما صرتي بنص المكتب؟ خير، مين حضرتك؟ رفيف العالمي. ايه، شو فيني اخدمك؟ انا رفيف العالمي، مديرة العلاقات العامة هون بالشركة. انتي المدام رفيف؟ تعرفيني يعني؟ طبعا، استاذ مازن حكالي عنك. استاذ مازن شغلك؟ صباح الخير مدام. صباح الخير. شفت السكرتيرة شو حلوة؟ الله يحفظها. أماني أماني، مو هذا وش بتصبح فيه الواحد؟ أبو سعيد، رح ساوي لك قهوتي. نحن هذا نظامنا بالشركة. إيه سمعناك سمعناك. طيب أنا رأيي إنك مين هاي؟ خلص بعدين بعدين بنحكي، روح على مكتبك هلا. لا لا معك معك، أنا بفضل إنك تجي لعنا على الشركة مشان تشوف كل العروض اللي عنا إياها. إيه أوكي، هلا بحولك على السكرتيرة وبتاخذ موعد. مع السلامة. بس هي شغلتي، شو الحركات اللي عم تعملها؟ مع مين عم تحكي؟ شو بدك على الصباح؟ لسه مو جاي على بالي اتخانق، أجيها لبعد القهوة. مين هاي؟ شو؟ هاي سكرتيرة. أكيد مو لفاي، شو عم تعمل هون؟ عم تشتغل. بالله شو؟ ليكي رفيف، لا تنسي إنه أنا المدير. من وين جبتها؟ هاي سكرتيرة منيحة. شو عرفك؟ بعرف. ليكي شو ظريفة، سبحان اللي خلقها. بعدين العميل بس يجي لعنا على الشركة ويشوفها بينشرح قلبه. شو هالحكي؟ مثل ما عم قلك. مازن، من وين جبتها؟ هلا مو هذا هو المهم، المهم إنه معبية مطرحها. معبية مطرحها؟ مازن نحن بدنا بنت تشتغل. راح تشتغل. ابراهنك إنه ما بتعرف تحكي إنجليزي؟ تعرف. شو عرفها؟ سألتها. عملت معها مقابلة بدون ما أكون. طبعاً. برافو. طالما بتقدر تجيب سكرتيرة لحالك، ليش عم تعذبني وتخليني حط إعلان مشان سكرتيرة؟ لأنه ولا وحدة إجت عليها قيمة. قصدك ولا وحدة إجت حسنت المظهر. لك يا رفيف يا رفيف، شوفي شوفي جمالها ما أحلى. يا سيدي مو بس ما بتحكي إنجليزي، وشكلها ما معها بكالوريا كمان. لا مع، وشغلة سكرتيرة قبل مرة. وين؟ عند دكتور أسنان. إيه تحكي تحكي. أصلاً أنت غيراني منها، ما بدك بنت غيرك بالمكتب. شو هالحكي الفاضي هاد؟ أنا بدي بنت تشتغل معنا، مو تقضي ليها سوليتير. شوي شوي بتتعلم، ما حدا نزل بطن أمه بيعرف. حاجة تدافع عنها، في 10 قدموا على الوظيفة قبلها وأحسن منها. إيه بس مو